صباح خير بنات، صباح خير صحباتي الزوينات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحتكم على خير وبخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال بتمام الصحه والعافيه يا رب. قبل ما نبدا معكم كلامي نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم غنطرق معكم البنات على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، اللي تسالوني عليه بزاف الناس، بحال في زياده الوزن. لشحال من وحده تتكون عندها مشكل ديال النحافه، تتبغي تسقسي على ادويه او مكملات غذائيه. لذلك غنطرق معكم هذا الموضوع، ان شاء الله يكون مفيد لكم، ونتمنى انكم تكملوا لا فيديو حتى الاخر ديالو. وما تنساوش لا جيم البنات، عارفكم تتنساوها ولكن ماشي مشكل، لا تنساوش لا جيم فضلا وليس امرا. مرحبا بكم البنات والف مرحبا. اما البنات مجموعه من الادويه اللي فتح الشهيه، منها أبيتين، إيبانات، ألفيتين، بيرفيتال، بيرنابول، نغابول، نيغافيت، ألفيتين، بزاف ديال الأدوية. لا ما نحتاج أنني نقول لكم الأسامي ديالهم إلا أنهم موجودين في الصيدليات. ولكن اللي خاصكم تعرفوا البنات أن هاد الأدوية، كاينين الأدوية اللي خاصهم ما يتعطاوش للأطفال اللي أقل من 10 سنوات، ما يتعطاوهمش هاد السيرو او لي كومبريمي، خصوصا اللي فيهم ماده ايبتادين، سيبرو ايبتادين، اللي هاد الماده اللي منتشره في بزاف ديال لي سيروات اللي في الصيدليات. لذلك الناس خاصهم يردوا البال لهاد الماده، واش كاينه في لي سيرو اللي يعطيوها للدراري الصغار، يعطيوهم لي سيرو اللي فيهم لي فيتامين، لي فيتامين اللي ما يكونوش ليهم ضرر، اللي ما يكونش عندهم واحد الضرر ليهم في الصحه ديالتهم. لان كاين هذوك لي سيرو اللي كاينين فيهم الايبتادين، اللي هي واحد الماده، نعرفكم شنو هي هاد السيبرو ايبتادين، اللي هي واحد الماده خرجوها لانها مضاده للحساسيه، اونتي اليرجي، يعني للحساسيه. وهاد الماده فيها واحد الاعراض جانبيه مثل انها تجيب النعاس، وهذاك النعاس ملي تيجيكم تحسوا بواحد شويه تاع الجوع، يعني تتقولوا بانها هاد السيرو راه مزيان، راه نفعني، راه قدالية، اذا في راه هاد السيرو زعما حل لي الشهيه، راه مزيان، اولا هاد الفنيد راه مزيان. ولكن اللي نتوما ما عارفينش بان هذيك الماده سيبرو ايبتادين هي مضاده للحساسيه، وملي الشركات شافوها بانها عندها هاد الاعراض الجانبيه خرجوها في دي كومبريمي، وقالوا بانها فاتحه للشهيه. هي فعلا فاتحه للشهيه، ولكن ماشي مشكل انك تستعمليها حقيقه، ولكن الناس البالغين، الناس يعني الناس الكبار ماشي الدراري الصغار. ولكن هاد الناس البالغين خاصهم يعرفوا الجرعه او القياس اللي غادي ياخذوه في هاد لي سيغو او هاد الفانيل. مثلا خاصهم ياخذوا واحد المقدار، اي هي 4 ميلي غرام، 4 ميلي غرام في اليوم، ما يعادل ملعقه من السيرو، يعني ملعقه السيرو. ولكن كاينين الناس اللي تياخذوا هاد الفكره الخاطئه، اش تيديروا؟ تياخذوا جوج باكيات ديال الفانيل وتيشدوهم يخلطوهم في واحد القرعه ديال السيرو، اي تيضاعفوا لا دوز ديال هذاك السيرو ديال هذاك الماده. ملي تضاعفوا لا دوز ديال هذيك الماده وتيشربوه، اش تولي؟ تتولي حاله تسمم، تيولي حاله تسمم، اذا تتادي الله يحفظ بهم الوفاه، اولا تتادي بهم انهم تتضرر الصحه ديالهم. لذلك يجب تاخذوا لي سيرو او لي الفانيل اللي تيكونوا باستشاره طبيب او صيدلي معالج. من الاحسن انك ما تاخذي اي مكمل غذائي او اي فانيد ديال فاتح للشهيه، الا خاصك تعرفي منافع والاضرار ديالو، تعرفي لا دوز اللي خاصك تاخدي. لان كاينين الناس اللي تيستعملوا هاد الادويه منهم نفسهم بلا ما تيعرفوا لا الاضرار ولا المنافع، لكن تقدر يكون الاضرار ديالها اكثر من المنافع ديالها، المنفعه ديالها تكون قليله. لذلك من الاحسن انك تستعني بصيدلي او مساعد صيدلي اللي يكون عنده واحد الخبره ديال سنوات، او طبيب يعرف اللي غادي يعرف يعطيك المقدار المناسب لهذا الدواء. وفي حاله انك استعملتي هذا الدواء
اللي فيه السيبروبتادين من الأحسن أنك تستعمليه لمدة شهرين، يعني شهر تستعمليه ملعقة في اليوم أو كومبريمي في النهار أو فانيد في النهار دي جيليول، أو شوف أشنا هو هذاك فانيد كيف استعملتي. تستعملي هذيك الجرعة، من بعد تبدأي تقللي، يعني لك تستعملي ملعقة في اليوم تقللي تبدأي تستعملي نص ملعقة في اليوم مدة عد شهر، أنك تستعملي ملعقة في اليوم، والشهر الثاني تستعملي نص ملعقة في اليوم، يعني لمدة شهرين. مدة شهرين في العام هذيك سيبروبتادين تتخذ مدة شهرين في العام، يعني ماشي تاخديها طول العام لأنها عطتك واحد إيجابية أو أنك لقيتي نفسك صافي شديتي واحد الوزن بتبقي عليه مداومة، ولكن ضروري هذيك الجرعة عندها وقت محدد أو وقت زمني محدد. كاين الناس اللي عندهم مشكلة النحافة، راه النحافة راه كاينة، كاين الناس تبارك الله اللي عندهم مشكل ديال السمنة، وكاين الناس اللي عندهم مشكل ديال النحافة، كاين اللي تبارك الله غليظ يعني واحد الغلد اللي باغي ينقص، وكاين اللي مسكين ضعيف وباغي يتزاد. هاد راه ماشي مشكله انك تفكري في نفسك بغيتي تغلاضي او لا، ولكن من الاحسن راه كاينين ثلاثه الاشكال ديال النحافه. الشكل الاول اللي هو كاينين الناس اللي ما تياكلوش واحد الفتره طويله، او تيفطروا مزيان وتي ما تبقاش ياكل فتره طويله، ما تتغداش مزيان، تتولي عنده تقلص المائده، يعني ما تتاكلش مزيان، ما تتعطيش واحد المقدار ديال الاكل في اليوم لنفسك، يعني ما تستافديش، تديري بحال صيام متقطع، اي هذيك المائده تتقلص ليك، ما تبقايش تحسي بالجوع، ما تبقايش تاكلي. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني واللي كاين عند الناس زعما المشكل ديال الامتصاص، انك هذاك الاكل اللي تتاكلي ما تتمتصش لي فيتامين او المسائل اللي فيه، ما تتمتصهاش المائده، وبذلك وبالتالي ما تستافديش من هذاك الاكل اللي كليتي. هذا مشكل الامتصاص. وكاين ثاني مشكل اخر، مشكل في الخروج. كاين الناس اللي ما عندهمش خروج صحيح، يعني تتبقى ديك الترسبات ديال الاكل في المعي ديالك، ما تستافديش من شحال من حاجه في الدات ديالك، يعني هذاك الاكل ديالك هذه تتسمى مشكل الامتصاص، يعني ما تستافديش من الماكله ديالك بصفه نهائيه. هاني غنقول لكم اشنو اذا كان عندك هذا المشكل اشنو ديري. المشكل الثالث هو الديدان، كاين اللي تعاني من الديدان، كاين اللي عنده ديك جرثومه المائده، كل واحد كاين الديدان، كل واحد عنده الاسم ديالو. المهم كاين هذا المشكل ديال الديدان، يعني خاصك علاج ثاني. كاين الاول اللي قلت لكم عليه وهي تقلص المائده، الثاني وهو سوء الامتصاص، والثالث هو الديدان. غنطرق معكم الاول اللي هو سوء هذا. نطرق معكم البنات الانواع ديال هاد الادويه اللي تتكون مصنوعه، كاين ادويه تكون مصنوعه خصيصا لفتح الشهيه، اي تكون فيها لي فيتامين، تقدري تمشي عند الطبيب تيوصفها لك الطبيب بوصفه الطبيب. وكاين ادويه اللي كاينه كي قلت لكم من قبل عندها اعراض جانبيه هي ديالها، وهي تفتح الشهيه وتزيد في الوزن، وفيها مضادات الهيستامين اونتي هيستامينيك، وتتكون مفعول ديالها هو تيبان لك زوين وسريع، ولكن غير تتقطعوه وتترجعوه كيف كنتو. هذا هو كاين هذا المشكل بزاف ديال الناس تيقولوه ليا، لذلك يجب عليكم انكم تقطعوه تدريجي بالتدريج، يعني ما تجيش تقطعوه مره واحده. وكاين منهم ثلاثه اللي هما مشهورين غادي نقولهم لكم، اللي فيهم الهيستامين مضادات الهيستامين، وهما اونتينوريكس اراكتين بيرياكتين. هادو ثلاثه اللي مشهورين بزاف، ولكن تيشتكيو منهم الناس بانهم كيف تيقطعوهم تينقصوا من الوزن، ولكن خاصك قلت لك تقطعيهم بشكل تدريجي، يعني ما تتقطعيهمش في دقه واحده، تتعرفي بانك تتقطعي بشوي 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 حتى تتقطعي داك الدواء. وكاينين فيهم قلت لك اللي ديال الحساسيه كيف قلت من قبل، هذاك ما تنصحكمش بهم بزاف البنات، لانهم تتكون عندهم واحد الاعراض اخرى
داكشي علاش انا ما تنصحكمش بهاد لي كومبريمي، استعملوهم اللي تيكونوا ديال الحساسيه. اما كاينين دي كومبريمي او لي سيرو اللي وحدين اخرين اللي فيهم لي فيتامين بحال نيوغاكس بحال نيوغافي بحال فيتاتين، هادو فيهم دي فيتامين تستافدي منهم، تستافد منهم الجسم ديالك المفعول، تستافد منهم الجسم ديالك المفعول ديالهم قوي، وهما كذلك تيتقطعوا حتى هما بشكل تدريجي. اي كومبريمي او اي سيرو خديتيه لفتح الشهيه ما تجيش وتقطعيها البنات، ضروري تقطعوه بشكل تدريجي. وهما كلهم هاد لي كومبريمي او لي سيرو ديال فتح الشهيه تيديروا النعاس، لذلك كنصحكم بهم دائما تاخذوهم الصباح باش تعتمدوا على الاكل ديالكم وعلى زي ما باش نهار كامل تولي تاكلو. وتنصح اي وحده بغات تزيد في الوزن انها تاكل الاكل يكون فيه النشويات بحال لي بات بحال البطاطا بحال اي اكل فيه نسبه ديال النشويات. وكاينين حتى هذا حتى مكونات طبيعيه بحال الكرويه اللي زوينه بزاف، تنصحكم بها البنات. تتفتح الشهيه تتنقي الامعاء ديالتك بس قبل الأغذية، وكذلك تتعاون الناس اللي عندهم سوء الامتصاص. وكذلك الزنجلان وحبة حلاوة سامية وخصوصا فيهم فيتامين بي اللي تساعد على الامتصاص. وكذلك الكومبريمي الفيتيل اللي هو كومبريمي فيتاميني، وفي نفس الوقت يساعد الناس اللي عندهم صعوبة الامتصاص، او لي فيغ دو بيغ اللي تتكون فيها سيلينيوم. نتمنى البنات يكون هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم واستمتعتوا به وخديتوا منه افاده اللي عاد تستافدوا منها، الافاده اللي ما تديش بكم اي ضرر او اخطار. الله يحفظ. نتمنى يكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. ما تنسونيش بلي لايك البنات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.